تبعتوش الواد ده علي تموت حالا ابوظ الجوازه دي. علي تموت؟ تعالوا. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. واشتريت البلوفر الابيض؟ اه ده تحفه حقيقي. مش بس التليفون مشغول كده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه مصيبه. الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جست كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت ومات منهم كتير واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه الحاجة جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن لا ما ينفعش ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص سافر انت سافر واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا ابو؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟
مبروك يا ابويا. وابارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ تحطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، وعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي. يلا. يلا خالد. ورينا يا سياده النائب ورينا. جاهد مش هيروح حضر، وهدور على اللي قتله وهجيبه، ومش هقبل عزاء غير لما اقتل اللي قتله. خالد. ايوه يا عمي. تعال هنا، لكش قاعده وسط الحريم. دم ابوك يا مالك في رقبتك. تعرفت اللي قتله؟ كلنا عارفينه، وانت اللي هتاخد طارق بيدك مش حد تاني. بتتهم مين يا حاج هاشم بقتل اخوك؟ بتهمش حد يا بيه. ازاي بقى؟ ده الحاج مجاهد أكيد له أعداء، وخصوصا إنه نافسين ليه في انتخابات مجلس الشعب. أنت بتشك في حد معين؟ بشكش في حد يا بيه. عايزين نطلع له تصريح بالدفن يا باشا. مش قبل ما نشرح الجثة ونعرف أسباب الوفاة؟ الجثة مش هتتشرح، وإحنا أصحاب الشأن. دي كانت طلقة طايشة في وسط معمعة الفرحة بفوزه في عضوية البرلمان، ما نعرفش مين اللي ضربها. يا باشا إكرام المية الدفن. أوعى تكونوا ناويين تاخده بالطار، أنا مش عايز مشاكل في البلد. يا بيه عوضنا على الله، وكل نفس حتدوق الموت، وده قدر ربنا وقدره. ماشي يا حاج هاشم، انا هطلع لك تصريح. هتعملوا العزاء امتى؟ حصل يا طلعت. ايه يا ابو اللي حصل؟ عادل الجعير ماله؟
كنا بنلعب كوتشينة على فلوس. كنت بغلبه على طول. وجيت من شوية خسرت كل فلوس. بعدين قلت له كفينا يا جعير. عمل اللي عمله ده. طلعت. هات لي حقي يا طلعت، هات لي حقي. لما انت حافي كده يابا ما ضربتش الجعير ليه يابا؟ هات لي حقي يا طلعت، عرفه ان مرسي ما خلفش بنات. بنات؟ بنات ايه يابا؟ يا جعير! يا جعير! انزل يا جعير! اني سوى بس هي اللي تستخبى يا جعير! طلعت واقف لوحده تحت يا جعير! لو كنت داخل انزل يا جعير! طلعت واقف لك في الشارع يا جعير! يا جعير انزل موت لوحدك بدل ما موتك انت وعيالك! ليه يا واد يا ابن مرسي؟ انت بتقول لي مين يا واد انزل لو كنت داخل؟ ليه لا؟ ايوه بقول لك انت! حد قال لك تلعب بخبز البطيخ؟ انزل يا جعير! انزل اللي اعرفك مقامك! انت هادي اللي هتعرفني مقامي يا حالتها؟ طيب انا بقى هنزل لك اصغر عيل عندي عشان يعرفك مقامك. يا زيكس يا زيكس انزل لا تشوف الواد السيس ده وهات لي حته من قطره وعرفه مين عادل الجعير. يا انزل زيكس نازل اللي تنزله طلعت ما بيخافش من بني ادمين. ماشي يا حالتها. وينفع كده يا زيكس؟ ينفع وهتتضرب يا زيكس. احنا الشباب زي بعض يا زيكس وانت هتفهمني يا زيكس. ينفع عم عادل كده يا زيكس؟ ينفع اللي بيعمله ده مع ابويا؟ يعني ينفع يضرب ابويا؟ ينفع عم بعضنا نضرب بعض كده يا زيكس واحنا واقفين وانت راجل وفاهم يا زيكس؟ يا زيكس ابوك ضرب ابويا يا زيكس، اعمل ايه انا؟ وبعدين يا زيكس ما انا جاي لك وانا عارف انك هتحل يعني يا زيكس. بص يا زيكس عشان ما تقولش صراحه ما تكبرليش. امسك يا زيكس. قد بنت ابوك يا زيكس. انا مش هتدخل. انا اهو زي ما جيت زي ما طلعت. يلا يابا يلا يابا. طلعت ايه؟ قطعتوه ما طلعت. هتشوف زيكس هيعمل ايه يابا؟ جدع طلع. خد ابنك يا مرسي بقى وغطيه. جدع عادة زيكس. اطلع يا واد يا حبيب ابوك اطلع. منير الجابر هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا بيت وائل. طب وايه العمل يا حاج؟ قضية البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد مننا. مفيش كبير غيرك. انت كبير الحدايد ده بعد المرحوم. لازم نحرق قلب منير على ولده. وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجابر هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوه بعد فوزه بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد بالطار وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد. مش عشان فتح صاحبي له. عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطلع وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد. والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام المسخ اللي سمعته ده يما انا بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات يا اما تاخد بتار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولد ولا اعرفك يوم الدين يا خالد.
فتحي تعال قول له. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي، انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتل يا ابوي؟ واه ولا شعرفني عاد. خد بتاع ابوك عشان يرتاح في تربته ونعرف نجيب راسنا في وسط الخلايق. يلا يا خالد يلا. مقدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ مقدرش تاخد بطل ابوك؟ انا معرفش مين اللي قتل ابوه. محدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تجوحش بالكلام ونفذ اللي بقول لك. مقدرش. مقدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشعرنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع مغاوري، اطفو عليك، اطلع. تعرف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل يما، لا فتح ولا غيره، افهميني يما. بعد يدك عني ما تلمسنيش، لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم انت. وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه. مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد، ومالكش حق عندي. انت من 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سألني وانت داخل انت وهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة دي بقى 90 متر بتبص على بحري من هنا. انت مش فاهم يا طلبة، انا مش عايز حاجة على البحر يا سيدي. الشمس بتخشها طول اليوم. انا ما عايز شمس. انا ما انا عايز ايه؟ انا عايز اقعد في حتة مقطوعة. يا عم شوف له حاجة اهدى من كده شوية يا عم طلبة. اهدى من كده ايه بقى؟ في ده احنا في نهي يعني تقتل فيها القتيل محدش يحس بيك. ايوه هو ده طلبة كده. زين زينة مين ياض لشوقك؟ زينة يعني حلوة. حلوة مين ياض؟ يعني الشقة مش بطالة يا طلعت فيه. ركبت لي اعصابي. خد المفتاح اهو. اسمع، تبعت شهرين مع طلعت ومعهم صورة البطاقة بتاعتك. طب يا عم طلبة شهرين مقدور عليهم، انما يعني ايه لزوم البطاقة عاد؟ لزوم البطاقة يعني ايه؟ خلاص خلاص انا هبقى اديك البطاقة بتاعتي وتبقى اعمل عقد بتاع الشقة باسمي. انا مش فاهم حاجة. خليك في حالك يا خالي. ماشي يا عم، صرفوا زي ما انت عايزين. ابعت الفلوس وصورة البطاقة مع طلعت، انا مستنيك يا طلعت. طيارة وراك يا برنج العالم. لا قول لي بقى يا عم خالد، مالك كده من ساعة ما رحت البلد يومين وانت حالك مش شقلي؟ ياد ده انت واخد الدنيا بصدرك. انا بس واصحى احكي لك الحديث من اوله لاخره. حديدك ماسخ وبايخ وغبي. يلا يلا يا اخويا، يلا يلا. سلام يا غالي. ماسخ. سلام. وعلى خير. سلام. وقولك يا طلعت، ها هو التلفزيون ده شغال؟ جرب يا حبيبي. لما دخلت المشرحة عشان اشارك في غسل امي وتكفينها جاتلي حالة. فضلت اصرخ اصرخ واقول لهم محدش يلمسها، امي عايشة ما ماتتش. بعد كده ما حسيتش بالدنيا، وقعت من طولي. ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى على سرير ومعلقين لي جلوكوز. لما سألت على امي قالوا لي ماتت واتدفنت من يومين. بس يعني اكيد اهلك جابوا بالواجب. انا يا اهل فيهم، انا امي مقطوعه من شجر، وعشان كده اهل ابويا ما كانوش راضين بجوازه منها، كانوا متبريين مننا. برغم ان هم غناي ومعاهم ملايين، عمرهم ما فكروا يبعتوا لها 1000 جنيه عشان تصرف منها كل شهر ولا تاكل حتى منها. امال مين اللي دفنها؟ اهل الخير دفنوها في مدافن الصدقه. طب ما انا ابويا اتقتل قدام عيني وما خدتش عزيه لغايه دلوقتي. ربنا يخليك بكفايه نغم. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب سجارتين يخرجونا من المود ده. انت معاك مخدرات؟ مخدرات حد الله، دي حته حشيش لقيتها تحت السرير. حته حشيش لقيتها تحت السرير على اساس انها يعني بزراعه وحشيش تحت السرير. امسك يا دين، احنا مش ناقصين نكد. قول امسك. امسك شرب. مين؟ بقولك يا شفيق، اخبار الواد طلعت ايه؟ ولا اعرف عنه اي حاجه، فص ملح وداب. هيروح فين يعني؟ ما هو هيرجع يعني هيرجع. جرى يا طلبه، انت مهتم بالواد ده قوي ليه؟ ما ان شاء الله عنه ما راجع يا اخي. انت قاعد هتفضل خايب كده على طول؟ الواد ده مكسب، ومكسب كبير قوي كمان. يا عم مكسب في ايه بس؟ ده عيل سيس ولا ليه اي لازمه. جرى يا شفيق، هو انت اللي بتشتغل عندي ولا انا اللي بشتغل عندك؟ انت تقب وتغطس وتجيب لي الواد ده من تحت تقطيق الارض، فاهم؟ تعرف عليك. كنت فين يا زينب؟ طب خش دلوقتي وبعدين نتحاسب. في يا طلبة؟ انت هتترسم عليا قدام صبيانك ولا ايه؟ وبعدين يا اخويا انا مش صغيرة، ولما تحب تسألني سؤال زي ده ما يكونش حد غريب موجود. الله يسامحك يا ست زينب، انا غريب برضه. ده انا وطلبة اخواته متربيين سوا. بعيد عني يا اخويا. طب خش دلوقتي، انا هعرف اخليك تكلم اخوك الكبير ازاي. هتشوف يا زينب انا هعمل فيك ايه. ماشي. اللي احنا كنا بنقول يا طلبة؟ كنا بنقول نتمشى فرنجة يا حبيبي. يلا. ايه يعني هوينا؟ يلا يا بابا. ماشي يلا يا شفيق. ماشي يا طلبة. يلا حبيبي. انت بتقول ايه بقى يا بت؟ وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده، الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها.
كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان؟ وبعدين؟ اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل على ابو الفلوس، الله ينعل على ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي؟ ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا؟ اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين؟ انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتجيت ليه؟ لمصلحة مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حتة كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة؟ ايوه طبعا كل ده عشان الفلوس والسلطة والعزوة. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطة اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع وامشي جنب الحيط. راحت حتة الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحاره من المعلم. مش عارف اعمل ايه. هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها عشقه الاصفار ولا حبه الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ هيسيبولنا بقى. مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده. صح يا دكتور، احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقة. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية يا اسطى. ايه؟ ايه يا عم؟ انت هتحبسنا تعبيط يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا عنده حق. معاه حق فعلا. ما هو الحرامية في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا يمكن اوافق على الحاجه دي وما توافقش ليه يا جبل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ والله انا ما عنديش مانع. انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها. بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام. الغلطة في الموضوع ده بفورة. جرايه يا اخواني، انتوا خلاص بتخططوا لسرقة؟ خلاص بقى انا حرامية؟ ايه الحشاشة الفيستك دي؟ انت ايه رأيك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقة. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني في صحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل. ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من القتل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ يقول لك هنسرق، هنبقى رشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد يا عبيد، انا اعرف الناس بيتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. هي الفيلا دي، بصوا بقى عشان الناس تاخد بالها ونتحبس قبل ما نسرق. ما فيها جناين؟ ايوه يا عم فيها جناين طبعا، وعايش هو ومراته في اوضه في الجنينه دي. الله، ما هو دام عايشين هنا احنا هنسرقها ازاي؟ يا ابني دول شكلهم كبار في السن قوي، نيجي بالليل هنلاقيهم يا اما ناموا يا اما ماتوا. طب احنا هندخلها ازاي ومنين اصلا؟ بص يا دينا، الحته دي هننط من على السور ده، يبقى هو مش هياخد باله. ولد
عليا النعمه اتخلقت عشان تبقى حرام يا دي الوهي. ونورك العربيه هنا. بصوا الحاجه هننقلها سلانسي واحده واحده، عمر ما حد في المنطقه دي شفنا. طيب بقول لك يا شقيق، هي الفيلا اللي قدامنا دي يعني الناس اللي فيها مش هيحسوا بالحوارات اللي احنا هنعملها في الليله؟ اصلا ما فيش حد ساكن في الفيلا دي يا ماجد. حلو قوي، عشان الدور الجاي يبقى عليهم برضو. بقول لك ايه، انت تقول لنا بقى شغل الفيلا دي من جوه عامل ازاي عشان نعرف نسرق. اقول لك يا سيدي، تعالوا بس بعيد عن هنا. ها الفيلا دي عباره عن دورين، الدور الارضي ريسبشن. ده رسم كروك يا جماعه للفيلا كلها عشان نبقى عارفين داخلين منين وخارجين منين، بدل ما نتقفش واحنا جوه وتبقى مصيبه احنا مش ناقصين. هندسه، طب يعني ايه اهم حاجه في الشقه الكروك اللي انا مش فاهم فيه اي حاجه دي ممكن يتسرق؟ طب خد بالك، احنا عايزين ناخد زي ما بيقولوا كل ما قل وزنه وزاد ثمنه، خفاف يعني. انت لو بتتكلم في مجوهرات ولا في فلوس انسي ان هم يكون سايبين الحاجات دي ومسافرين. مفيش مشكله يا اخوان، احنا ممكن ناخد المحمول او الكمبيوتر اللابتوب ده. يعني هيكون سايبين المحمول واللابتوب بتاعهم يعني يا ماجد؟ مفيش مشكله، احنا ممكن ناخد الاجهزه الكهربائيه. انا كده هتلاقي تلفزيون تي في دي، هتلاقي الحاجات دي. هو ده الكلام، احنا نتكلم في ديفيديهات، في تلفزيونات، في البلاي ستيشن، الهوم سيترز، الحاجات دي. مفيش مشكله، ما نكونوش واخدين الحاجه دي. يا كمان الله، في ايه يا جدعان؟ مالكم؟ هو احنا رايحين نسرق الفيلا دي ولا رايحين نتمنها ونشوف ناقصها ايه؟ يا جدعان اسمعوا مني، الفيلا دي كنز، لو دخلنا جوه ودعبسنا شويه اكيد هنلاقي حاجات حلوه. ها ايوه يا جماعه، الفيلا مليانه، يعني مثلا الكريستالات السينيه، السجاجيد الهاند ميد، التحف الاصليه، اللوحات الكبيره، كل الحاجات دي موجوده وتجيب فلوس. ايوه بس احنا كده بقى محتاجين عربيه عشان نلم فيها الحاجه. عيب عليكم، انا عندي واحد صاحبي عنده عربيه ممكن اخدها منه الكام ساعه دول. اهم حاجه انه ما يبرشطش علينا ويقول عايز يجي معانا ويقسم معانا في القرشين. يا عم ما تقلقش، هاخدها منه يا بني جاموس. تفتكر هيرضى؟ يا عم بالطريقه هيرضى. طيب لو كده ماشي مفيش مشكله. تعالوا بقى نركز. ده الباب. وده السلم اللي هيطلع منه. كل المنطقه دي هي اللي فيها الفلوس. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ يعني مين فينا هيطلع مين هيفتح لنا السكه؟ مين هينط؟ يا جدعان ده يا عم انت هتحط بصوا لبعض. يلا خلاص بقى. هنطلع من على السلم ده، السلم ده هيودينا على السفرة، بس نروح على الدور فوق عشان الجواب جت من الناحية التانية. تمام معايا؟ هات الشنطة. يا لهوي بتعمل ايه؟ بدور على واكل، ما كنتش من صلاحية ربنا. واكل؟ واكل ايه يا ابن الله يخرب بيتك؟ ما كنتش بتقول قبل ما تيجي، وبعدين ازاي هيكونوا سايبين اكل في التلاجة وهم مسافرين؟ انت عبيط؟ يا غبي انت، هو انت جاي تدور على اكل هنا؟ دور على اكل في المطبخ. مطبخي مطبخي وصاحبي ايه ايه، وانا جايب ولاد اختي في ايه مدفوع؟ احنا بنسرق خلصونا. بقول لك ايه، بطل هزار بدل ما هنتحبس.
تعالوا ورايا، انا عارف الفيلا دي كويس، انا هقول لكم تعملوا ايه. يلا. يا لهوش يا جدعان البيت ده. بقول لكم يا جماعه خلي بالكم عشان هنا في فازات كبيره وغاليه وممكن تتكسر. حسن يخرب بيتك. حلو اصلا ما حصلش. ماشي. بقول لكم ايه، احنا هنلم كل الحاجه ونحطها في الجنين وبعد كده نبقى نحولها للعربيه. ماشي يا جدعان الحقوا كمبيوتر لابتوب اهو. كمبيوتر ايه ده مبارك يا جماعة؟ طب بازار بقى، يلا طالع نفس. فين بقى الريسيفرات والبلاي ستيشن؟ ايوه الريسيفرات. شيل بلاي ستيشن اهو. ايه ده؟ هتحبسنا يا خالد؟ ايه ده؟ في حسنين نام يا راجل نام. في صوت في الفيلا؟ لا مفيش حاجة. مش عارف انه وحش شريط. ايه اللي وحش شريط اللي انت تقول وحش؟ شش 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 الشيطان الرجيم. أنا قلت إنها فيلا مسكونة. شوف هيعمل ايه. يلا في هدوء وركيز وبصوا. تمام يلا 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 يلا. بيته خارج الزفت ده، احنا برضه غلطانين، حد يجر جاموسه ويروح يسرق بيها، لكن حيواتي ناس غاليه. شش الحمد لله يا عم، ربنا سترها ربنا سترها. انجز بقى انجز للراجل يرجع تاني. طب يلا يا سيدي هات ورجنا. تعرف الواحده دي تكلف كام؟ كام؟ 150 دولار على الالوان يا ابوي. خدهم كله يا جدعان. ايه؟ انا هميت على حاجه في الجنينه، نخلص بس نقلها وبعد كده نشحنها في العربيه. تمام. نزلوا الحاجات دي، دينا حط عينيه على الحاجه. يلا يعني اديني امان. امان يا معلم. يلا يلا قبل ما تيجي تاني. يلا تعالوا تعالوا بسرعه. لا هو ايه؟ شاهد يا ولد. شوية
عايزه. لسه ده الفيلا شكلها فيها تحف ياما. يا عم تحف ايه؟ دي شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي؟ يا عم احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن انا عارف بتقول لي ايه. قتلته بيدي يا ماجي. يا عم خلاص ودي صوتك انت هتفضحله. قدم فرار. يلا امشي يلا بس يلا. الراجل مات. معايا الله يرحمه. تعالى بس دلوقتي يلا تعالى تعالى هتفضحله. خش اتكلمش. ايه ده ايه ده؟ قتلته يا ماجي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ قتلته قتلته بيدي. ايه ده ايه ده؟ شت. بس ايه ده ايه ده؟ ما حصلش حاجه يا عم. عايزين نمشي من هنا. يلا يا جدعان يلا. اهدى دلوقتي. انسى انسى اللي حصل. انسى يلا يلا خلاص يلا امشي يلا يلا يا جدعان يلا يلا خلاص. العب العب وانت العب. نزلوا حاجة على الضعيف. ضعيف خليه معاك. وقفوني الحاجة خليه معاك. نزلوا انتوا حاجة. يلا تعالى يلا انزل. شوف يا ماجد شوف يا لؤي. يلا لؤي امسك. اتفتح يا بجره يا جدعان. حيطه حيطه. فوق بقى اعمل خفيف. هو ينفع كده يا جدعان؟ نبهدل البهدله دي وكمان نرجع لباب الله؟
بقينا مفلسين ومقشفرين. انت بتتكلم انت؟ لوش المشاكل والمصايب رايح تعاكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبه اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى من اجل الله. يا اخي ده انا اول مره يحصل لي كده في حياتي. انا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس بس بس، هنقعد نولول. هو ما فيش غير حل واحد. نرجع نسرق تاني. لا. نسرق تاني لا. يا ابني لازم نسرق. ايوه يا جماعه. الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام يعني ايه يا عم واوساع؟ انا يعني مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلد يا اخواننا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. ايه يا خيال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطرن شويه. طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله. طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت اتصرف انت وهو، او اتصرفوا على روحكم هنا بس قولوا لنا نبعد. يا ماجد خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه ثانيه. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصب اللي مش حرام. يا اخي والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم اروح دلوقتي، حاسس اني عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح يلا. لازم كلنا نروح. اه ايه بس انا ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت اللي بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترع، يبقى في مصر ساكن جنب النيل. طلعت فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت، هتستعبطي. انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط، حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه جوزي؟ كنت جوزي اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم خلاص. اسكت، وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين وانت روحتي فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقولك الفاشل، يا دوبك كتبت لي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمين. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. اللي اقول يا زكريا صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك، ده انت حاجه تقرف. وانت لو كنت بني ادمه صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، حاضر هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت ربنا هيخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا. اه خلود طمنت على البواب يابا؟ تمام الحمد لله. الله، امال مالك يا مكشر كده ليه؟ ضميري مأنبني، لقيت دماغه وارمة. معلش يا حبيبي بإذن الله تفش. طب دماغه هتفش، السريقه اللي احنا سرقناها دي هتفش كيف؟ ما قلت لك يا ابني بقى 100 مره السريقه اللي احنا سرقناها دي مش فارقه معاهم اصلا. بعدين تعالى هنا، هو مش انت صاحب شعارات ان احنا لازم ناخد من الاغنياء ولاد ندي للفقراء ولاد الشغل ده شغلك؟ ايوه
بس احنا سرقنا ولا ادينا للفقراء ولا للغلابة، قسمنا الفلوس على نفسينا. قسمناها على نفسينا، وزعناها على الغلابة، المهم انها خلصت. والنتيجة واحدة، مش لاقيين ناكل على فضة كريم. عشان كده بقى يا جماعة احنا لازم نسرق تاني. تاني؟ ايوة تاني. طب ليه؟ انا اقولك ليه. اول حاجة يا سيدي عشان نخرج نفسنا من الورطة اللي اتحطينا فيها، وتاني حاجة وده الاهم، ان يبقى معانا فلوس عشان اقدر، قصدي نقدر يعني نعمل بيها اللي احنا عايزينه. وبعدين يا ابني دي المرة اللي فاتت عدت زي الفل، مالك؟ شوفوا يا جماعة، احنا لو قررنا نسرق تاني انا عندي مكنة في دماغي كده، بس سيبوني اطبخ الموضوع الاول وبعد كده بقول له. ايه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجة. ايه هي؟ بص يا عم النجم، احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، ايه بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني، نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقة، الناس اللي واكلينها ولع. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقة؟ أنا أقول لك يا سيدي. ها؟ نسرق فيلتنا. فيلتكوا؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو أنتم الناس اللي تستاهل السرقة على حق. بس مش ابن البنك خد فيلتكوا وتلاقي عليها حراسة وعوق؟ هو ممكن يكون باعها لحد. على العموم أنا هعرف الكلام ده لما أروح لعرفان البواب والطقس. عارف يا لولو؟ ده اقتراح هايل، قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ معلش يا بيه، انا لسه بشتغل مع السكان الجداد وكان نفسي ابقى معاكم، لكن اعمل ايه بس، امر الله. وسيادتك الراي بيه عارف يعني انك ما يرضكش تقطع عيش. عارف يا عرفان، عارف. بيقول لك يا عرفان، احنا بيجي لنا هنا جوابات. ايوه يا بيه، في جوابات جات لكم البنوك، اجيبهم لسيادتك؟ ماشي، بعتهم لي. وخلي بالك هيجي لنا هنا جوابات كتير لغايه ما نبقى نغير على العنوان الجديد. وماله يا بيه، تيجي وقت ما تيجي، تيجي براحتي. ماشي يا عرفان. السلام عليكم. بقول لك ايه؟ ايوه يا بيه. هما الناس اللي خدوا الفيلا دي يعني امتى بيبقوا مش موجودين؟ ها؟ لا يعني امتى بيبقوا مش موجودين عشان لما اجي لك ما نضايقش حد فيهم. ها؟ انت تفضل تقول لي ها؟ انت لسه سامعك تقيل يا عرفان. منور يا لؤي بيه. ها؟ صلحوا الكلو. استنى انا كنت عامل حسابي، اوعى. فين جد بقى؟ تعالوا انا حافظ المكان، تعالوا. مش عايزين اي لخبطه يا جماعه، ها؟ كل واحد عارف يعمل ايه. يا ابويا يا دول، انت كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه، امال ايه؟ يلا طلع. ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟
ده ده عيب، انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجه، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك ده عيب. يا سيدي انا ما اعرفش، انا اصلا ما اعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم اقدر ما حصلش، اقدر ما حصلش، يا اخي صاحب الفيلا بيحبه حاطط له صورته، مالك انت؟ انت يا ابني فهو انت يا عم، في ايه؟ متدينين قوي كده، اللي جت وتسرعوا، خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلع، هطلع انا وانت فوق يلا. بقول لك ايه؟ هطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه. تعالى ماشي. واخدين اوضتي ونايمين على مرتبتي. ماشي. هو دي المرتبة دي. اهي. عشان تبقوا تناموا براحتكم. لو سمحت. ايوه. فيلا الترابيلي فين بعد اذنك؟ فيلا الترابيلي. حضرتك بص، هتخش يمين في اول شمال هتلاقي ميدان، تكمل على طول هتلاقيها في وشك على طول حضرتك. بس هم وصفوا لي انها هنا. لا 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 لا، وصفوا لك غلط زي ما بقول لحضرتك بالظبط. ماشي شكرا. العفو، اتفضل حضرتك اتفضل. يا لهوي. الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوانين. يا عم مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. لا يا شيخ افتح يا عم طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. حليب قلبي اموت في الكوبون ياما. يا جدع عارف فلوسي كلها ايه ده؟ احنا باين علينا لعبت معانا يا عيال. بس دي تخوف.
كنت راح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هما يعرفوا يلاقونا لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هتبي الشنطة دي أأمن مكان ليها هنا لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. ايه الفلوس دي؟ ايه المجوهرات دي؟ احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير. ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا، كل واحد فينا ياخد نصيبه. ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا. صح، كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته، ان شاء الله حتى لو يشتري بيه البن سمارة. ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي، ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم. بالعكس، ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه. يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشرب اوصاف المجوهرات. بس بكره الجمعه اجازه. بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي. كده احنا هنختلف. بصوا يا جدعان، انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي. هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه وزع يا عم. استنى، انت هتوزع ازاي؟ لازم نوزن. هنوزع بركاوي. بركاوي؟ ايوه. طب اصبر بقى كده، محدش يمد ايده. لا وريني الحته الدهب الابيض دي بس. انا عايز الكردان. يا غالي يا غالي. خد كردان امك اهو. وانت حته الدهب الابيض ده. انا باخد الخاتم ده. احنا قلنا مفيش نقاوي. اشمعنى الخاتم ده؟ استنى عليها يا جدعان. ده شبكه زينه القلب. عيب عليك يا لول. انت هتتجوز غلطتي؟ يا برنس. مبروك يا صاحبي. حبيبي يا ريس. حبيبي يا لولو. استنى، خد دي مني كمان. طول عمرك ما يفوتكش الواجب. تمشي. ده سؤال برضه مستعجل. ايه ده؟ انا عريس اسود. ما اقول امتى امتى. استنى بس، ده هيحصل ازاي بس يا حبيبي؟ لا سيبيني بقى، الليله دي ليله انا. كفايه. هموت. كفايه، حرام عليكم، ارحموني. طب انتوا عايزين مني ايه؟ جايبني هنا ليه؟ ايه بتعمل؟ تلاش شفت حاجه يا روح امك؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ طب انت عايز ناوي ليه وانا اقول لك عليه وخلصني؟ هموت هموت يا انا. بس بس هو الواد اللي نصب عليك؟ هو يا برنس العالم. عيش معاه. بقول لك طالما انت معلقه كده ونفخه اشفيه على طول. ما يستاهلش يا طلعت. طب اقول لك على حاجه، سلكتين 320 فولت على لسانه. الله يبارك فيك. 110 يستاهلوا. بلاش حنية قلبك دي يا عم طالبة، ارش في وشه مية نار. خلاص خلاص يا طلعت، حقك هيجي لك لغاية عندك، اطمن. والله انا مالي دعوة بحاجة يا طلعت، الواد مختار. يلا الواد مختار هو اللي خد مني الحشيش وهرب. خفت منك انا كمان، هربت يا طلعت. حلو. طالما انت هربت بقى يا حبيبي، انا هعمل معاك اتفاق دلوقتي. تقول لي الواد مختار ده فين وقاعد مع مين، اروحك بيت. حاضر. ما تقولش، انا هخليك. هقول هقول يلا. هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم على كل حاجه، بس سيبوني. سيبني يا طلعت واحنا نروح نجيب الحشيش سوا. يا طلعت سيبني يا طلعت. خلاص هقول لكم على كل حاجه، بس ارحموني. انتوا عارفين يا جماعه، ايه الدخنه دي عاليه قوي، بس انا حاسس احساس غريب دلوقتي. حاسس ان دماغي اعلى من البرج. طب ارجع بدماغك شويه كده لورا احسن ما تقع من فوق البرج. يا الله مكانك انت وهو، محدش يتحرك. اللي هيحاول يعمل عوق يكتب شهاده وفاته بايديه. بس انا توقف مكانك. انتوا مين وعايزين ايه؟ هقول لك يا حبيبي احنا مين وعايزين ايه. تعرف الوش ده؟ ياه ده طلع. فاكره ولا مش فاكره؟ مش ده طلعت اللي خدت منه الحشيش وهربت يا جبان؟ ولا فاكر نفسك ده شفت شم النسيم؟ شفت شم النسيم ياض؟ لقيت معايا بنت من الاول وانت بتسرق مني الحشيش ياض؟ يا جماعه بس انا معايا حشيش. شش اخرس يالا اخرس. يبقى قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. لا ما يقولش حاجه، يموت بحشيشه كده عشان يخش النار وقلبي يرتاح. خلاص بقى ما تعرفش. استنى بس استنى، انا معايا الفلوس. ايه احبك وانت بتحب الحياه ياض. ورحمه ابويا دول كل اللي معايا. كام دول يا برنس؟ 9000 جنيه. نعم؟ دول ما جوش نص الفلوس اللي ليها عندك يا حاط. ربنا ما معايا غيرهم. خلاص خلاص يا طلعت، خدوا خدوا يلا. ايه ده يا برنس؟ خدوا. عارف الباقي بقى ليه؟ الباقي ده ادب ليك، علشان رحت اديت كميه حشيش لعيلين تافهين زي دول. خلاص يلا. ايه ده يا برنس؟ وايه ال 1000 جنيه دي يا برنس؟
ايه يا طلعت؟ ال1000 جنيه دي حق المواصلات بتاعتي انا وشفيق عشان جينا معاك. جرايه يا طلعت. مواصلات؟ ليه؟ العيال دي كانت هربانه في السمار ولا ايه يا برنس؟ يا عم في ايه؟ ما تلم نفسك شويه. الله بقول لك يا طلعت، ما تنساش ال 500 جنيه بتوع السلاح. ال 500 جنيه بتوع السلاح اديهم له. بتوع السلاح؟ خد يا عسل كده، امسك امسك بس. معاك ربنا، هكلمك انا. ها سلام. سلام يا برنس. الله ده يبلطج علينا ولا ايه؟ خلاص عارف يا دي انت اهو، لو فكرتوا تعملوا الحكايه دي تاني هيحصل لكم ايه. تسرقني يا طلبة؟ تسرق أختك؟ ماشي يا طلبة الكلب، ماشي. أيوه مين حضرتك؟ عايزة مين؟ طلبة موجود؟ قول له مين حضرتك؟ لا يا حلو سيبيني هقول له بنفسي انا مين. اوعي من طريق. استني هنا. استنى ايه يا اختي؟ تعالي تعالي سيبها. ايوه فين؟ فين اللي نصبت عليها؟ تبتدي شعري. خلاص سيبيها وانا هفهمك. يلا بقى سيبيها خش جوه صفي دلوقتي. صفي ونجمة حمرا وليلى. ايه يا بنت؟ ما تقلقي كده عشان نعرف نتكلم مع بعض. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بعد ما نصبت عليا واخدت فلوس انا وطلعت؟ يا بنت نصبت عليه اه، لكن انت ما نصبتش عليكي. انصب عليك ازاي يا خايف؟ ده احنا اخوات. اخوات؟ وانت خليت فيها اخوات بعد اللي عملت؟ بدل ما تقف جنبي وتساعدني تنصب عليا وتسرقني. يا بنت كنت هقولك، بس لو كنت قلتلك ساعتها كنت هتحني زي العاده وتقولي لسه طلعت حبيب القلب، صح؟ وتسرقه ليه؟ عملنا كده واد غلبان. يا بنت كده كده هو بيتسرق، بيتسرق وبيتنصب عليه، يبقى احنا اولى بقى والفلوس فلوسنا. انا ماليش غيري كزينة يا بنت، انا مش شايل هم حاجه في الدنيا غيرك، افهمي بقى. انت كذاب، لو شايل هم بجد ما كنتش تنصب عليا انا وطالعه، وكنت سبت لنا شقه نتجوز فيها بدل ما انت عاملها لمزاجك يا واطي. اتلمي نفسك شويه يا بنت. مين اللي بتضربها؟ بس خلاص واضح انك مش فاهمه ومش هتفهمي. انا بقى لازم افهمك واقول لك الحقيقه، طالع ضمن النوع النمرود، الا لو ربنا اداله شويه وطلع فوق اول حاجه هيعملها انه هيرميك انت، هيدور بقى على واحده على فرانكا. انا عارف، عشان كده انا قلت قصقص ريشه، خدت القرشانات دي وخليتها معايا. عارفه خليتها معايا ليه يا زينه؟ عشان عارف ان انت حنينه وقلبك طيب وهتحني له وتديهم له. انا بحتضنك. عرفت انا نصبت على طلعت ليه؟ لا مش عارف. بكره بقى لما طلعت ده يكبر ويرميكي هتقولي ان طلب اخوكي ده كان بيتكلم في الصح. فاهمه؟ انا بقول لك اللي انت لسه هتشوفيه يا زينه، أنا أخوكي ابن أمك وأبوكي. تعال كده بقى، يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوحي، وجه وقت رد القلم يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة، لأن أنا مش هنقدر ننزل بيها. متقلقوش، الحل بسيط، إحنا داخلين ندور على الفلوس وعدها. يا جدعان راجل زي ده أكيد في بيته فيه فلوس وده. برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعه هنعمل ايه؟ احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي. بسيط. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي، يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام. بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟ سكيورتي. سكيورتك؟ يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش. مأمن نفسي. بالنسبه للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل، وانا برضو عرفت لكم كل سكان العماره اسمائهم ايه. بس احنا مش عاوزين البواب يعرف اشكالنا خالص، ده ممكن يروح يوصفها لسطوحي والبوليس وتبقى مصيبه.
تلاقيش يا دودو مظبط لك حاجات مش هيخلي بني ادم يعرفنا. الله عليك الصاب حرامي. ايه يا ابن العسل ده؟ وعطى لو عندي اخت اللي اجوزها لك. المهم اسمعوني كده، الدنيا بقت تمام قوي، تعشت ظبطنا كل حاجه، اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعة. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. أه حضرتك في شكوى من الأمراء يعني ان في ريحه كده غريبه، مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك، في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي. تمام. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك. شمي شمي كده، شمي. ايوه شمي في ريحه دي. اكيد في ريحه دي. شمي كده، شمي بقى، شمي بقى، شمي. اصل برافو عليك يا داخل، برافو عليك، زي ما قلت لك بالظبط. امال ايه؟ ده اللي لابدله تحت العماره بقالي يومين. بالراحه بالراحه، عايزاكم تنجزوا بسرعه. ها وخلوا بالكم البواب شافنا. ها هو ايه يعني ما يشوفنا؟ هيجيب اوصافنا منين؟ يلا يا جدعان احنا هنسامر طلعت تحت مستنيين لوحده. يلا يلا. طب يلا بقولهم يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش، انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده، ما تشغلش بالك. يلا بس ايه لقيتوا حاجه؟ كله قلش يا ابني كله قلش. مش مهم مش مهم، خليها كلها في الفنزتين دول. فلوس وذهب واوعى. قشطه يلا بينا بقى بسرعه. يلا 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 خلينا نعمل الجهاد. ماشي يا صاحبي، عشان تعرف كيف تضرب راجل صعيدي بالقلم يا عرة الرجالة. استنى يا طبعا. يلا بينا. الحق اسطوحي بيه، ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شويه واحكي لي مين اللي عمل معاك كده؟ معرفش يا باشا. اشكالهم ايه اللي عندي؟ على نفس اقنعه كلها يا باشا، ما شفتش حد. اقنعه؟ دول كانوا ناويين اسطوحي، واحتمال كبير تعرفه. دول كانوا يقتلوني يا باشا، وفي الاخر واحد خد رصاصه وحطها لي في جيبه يا باشا. رصاصه؟ دي رساله اسطوحي، وهي هي نفس الرصاصه اللي انا لقيتها في البيت. يعني العيال هم هم. بتشك في حد اسطوحي؟ اه يا باشا بشك، بس شك بس يا باشا، ما عنديش اي اثبات، بس متهيالي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي، بتشك في مين وليه؟ السيد مساعد وزير الداخليه لسه مكلمني دلوقتي بخصوص التشكيل العصابي بتاع رصاصه 9 مللي. يا ترى حضراتكم وصلتوا لايه في تحرياتكم؟ يا فندم العصابه دي منظمه وعلى مستوى عالي جدا من الذكاء، حتى الرصاصه اللي بيسيبوها بيتركوا بيها رساله معينه. الحكايه مش ناقصه، والبلد على كف عفريت. انا شايف يا فندم ان احنا دورنا في الفتره اللي جايه اننا نكتشف الثغرات اللي العصابه بتسيبها وراها، وبالطريقه دي نقدر نمسك خيط يوصلنا ليها. همتك بقى يا بطل. غريبه يا فندم ان هم سرقوا نفس الشخص ده مرتين ورا بعض وكانهم تحدي للسلطه. بالعكس يا فندم، انا شايف ان دي غلطه كبيره جدا من التشكيل العصابي، وان هو ده الخيط اللي هيوصلنا ليهم. قصدك يا شريف؟ قصدي يا فندم ان انا شايف ان العصابه ما كانتش بالذكاء الكافي في السرقه الثانيه، لاننا كده عرفنا ان صاحب الكباريه اللي اتسرق كان مستهدف من ناس نقدر نقول ان في بينه وبينهم علاقه مشبوهه، او على الاقل يعرفهم، وبالتالي فدي مش مجرد سرقه من ناس مجهولين، لا دي سرقه من ناس منظمين عارفين هم بيعملوا ايه، والا كانوا سرقوا اي حد تاني غيره. فعلا
دي نقطة مهمة جدا. يبقى دورنا عمل تحريات كاملة عن سطوحي وعن كل زبائن الكباريه في الفترة دي. ده مطلوب فعلا. بس أنا شايف يا فندم إن الفترة الجاية لازم نكثف تحرياتنا عن الناس اللي كانوا موجودين قبل كده واختفوا فجأة. هو ده اللي هيوصلنا لخير سيادتك. شريف أنا بكلفك بالمهمة دي. أنت اللي هتتابع القضية دي. وده تكليف رسمي ليك. يا فندم ده شرف كبير جدا ليا. أشكرك يا فندم. واتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظن سعادتك. انا واثق فيك يا شريف لانك بتفكرني بشبابي، كنت متحمس جدا زيك كده، لكن للاسف الحكايه بعد كده قلبت تشريفات. اتفضلوا. يا برنس حبيبي عامل ايه؟ بقول لك ايه، جبت لي الجرام اللي قلت لك عليه؟ اه بس انكس عشان انا عندي فرح دلوقتي ومعايا بودره في ايدي. مالك يا دي؟ يعني انت اول مره تشيل مخدرات؟ ما انت رايح جايب الحشيش معاك وخلاص. يا عم ده حشيش، انما دي بيزا، يعني اوسخ من الجمره الخبيثه. تبعدلنا احنا الاثنين. خلاص يلا، في ايه؟ في انت هتسيح لي؟ بقول لك ايه، ده مش اعلى كيف؟ اه جربته؟ لا يا عم، حد الله بيني وبينه يا عم، ده ادمان وبيودي صاحبه في فقر، ويا اما تخش السجن يا اما تخش مصحه، هو ده اخرك. يا عم فقر ايه بس؟ الموضوع مش موضوع فلوس، سيبك من الفلوس، انا بس مخنوق شويه وعايز اشرب اي حاجه غير اللي احنا بنشربه ده. اتخنقت، عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده، تعبان مش مبسوط. ما علينا. بص يا عم ماجد، انا نصحتك وقلت اللي عليا وخلاص، بلاش البتاع ده. انت بقى يا عم عايز تعمل كده مع نفسك. استنى استنى بقى، ادولي كده، سلم عليا سلم عليا حبيبي. عم العالم. طب حسابهم ايه؟ تمام بقى زي ما قلت لك، عارفش انزل حاجه. طب بقى الكراريس والحاجه اللي اتفقنا عليها. قشطه يا معلم. ماشي ماشي، يلا سلام. سلام يا برنس. طب بقول لك يا جماعة، مش هتيجي عندي الفرح بقى تغني؟ على ياسمينة؟ ياسمينة يا عم، اتكل على الله. اسمع مني بس، اتكل على الله. اخوك معلش، ما انا عارف انك اخوك، اتكل على الله. زميلة ماشي يا شقيق، انا اللي جايب الحاجة. لا حرك. هقولك حاضر.
معاك يا ست، سيبنا نبكي على الخزن. خش يا مستر. يا ابني تبقى القاعه يا ابني، افتح عارفها. انت معاك ارقامها؟ ما معيش ارقامها، سيبوني اجرب بقى. فتحت يا ابني جزي. فتحت. عرفت ارقامها منين؟ يا امي يا جدع. قلت اجرب يا سيدي، طلع تريك جوزه من امي. يا جدعان ده ايه الفلوس دي كلها؟ شكلها هتزهزع يا جدعان تاني. يلا جرب الشنطه. شغال هنا؟ انت مين؟ شريف توفيق ضابط مباحث. يا باشا اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رافت يا باشا. قاعد رافت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد غطاء ما رافت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكلة مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مرة حصل الكلام ده مع مين؟ مع شوية شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم، بس من ساعة ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكلة بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رأفت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس، بس أول ما سطوحي بيه كشفهم طردهم على طول من هنا. واللي تقول لي ساعتك على الموضوع ده أحسن مني زوزو اللي بتشغل هنا يا باشا. يا فين؟ يا زوزو تعالي كلم الباشا الضابط. أنا إزيك يا باشا؟ والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت أي حاجة، ده أنا ماشي زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسمية. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج؟ والله يا باشا أنا خلاص يا بنت مش عايز صداع. ريش اسمك إيه؟ زوزو. بس اللي تشوفه يا باشا اللي في البطاقة روح أمك. خدمتك سعاد. مسجلة أداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقة. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي حلهولك وفتحي دماغك. أمور يا باشا. تعرفي إيه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكلة مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شوية عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما انا عارف يا اختي انهم زباين، تعرفي عنهم ايه؟ ايه ده يا باشا؟ لا يجيلك السكر ولا الضغط ولا حاجة. كلام يا بت. حاضر. معرفش حاجة. يعني ايه ما تعرفيش اروح امك؟ اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ها يا شريف وصلت لحد فين؟ الحقيقة يا فندم بعد فترة من البحث والمتابعة قدرنا نوصل لمجموعة كبيرة جدا من المشتبه فيهم. من ضمنهم مجموعة طلبة كانت علاقتهم سيئة قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق أكتر من مرة.
ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعة من السرقات اللي حصلت في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة، نقدر نقول يا فندم إن إحنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين أقرب حد لتشكيل العصابي ده؟ مجموعة الطلبة اللي بتتكلم عنهم. أنت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعة طلبة من جامعة القاهرة. عندك معلومات عنهم؟ أيوة يا فندم، حوري حضرتك. دول مجموعة أصحاب فاشلين جدا في الدراسة يا فندم. ظروفهم الاجتماعية سيئة جدا. وظروفهم المادية أسوأ. ومن تحرياتنا اكتشفنا إن في تغييرات كبيرة جدا حصلت للشباب دول في الفترة الأخيرة يا فندم. تغيير إزاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيرة جدا يا فندم بطريقة غير مبررة. ومين الأولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم، من أسرة سرية جدا من الصعيد. أبوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضوية مجلس الشعب، ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد، غير رقم تليفونه، أخباره اتقطعت تماما عن أهله، ومحدش عارف عنه أي حاجة. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من أسرة متوسطة، ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جدا معاهم، وراح اتجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينة. تحرياتنا بتقول ان في مشاكل كبيرة جدا بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت، والدتها ماتت من قريب جدا. بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جدا، وحالتها النفسية نقدر نقول انها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي وعايشين في ارض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه اعراض الغنى الفاحش في الفترة الاخيرة، بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربية، وتأكدنا انه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعة اللي معاه. اخر واحد في الشلة دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوته كبيرة قوي يا فندم. ابوه صاحب الباخرة اللي غرقت قريب، وبعد المشكلة دي حصلت لهم مشاكل مادية كبيرة جدا جدا، وعلى اثارها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي هي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعية الاسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت للدليل؟ الحقيقه يا فندم انا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعه دي تحت المراقبه المكثفه، لكن مش عايز اعمل اي خطوه ازيد من كده علشان ما ياخدوش بالهم. طيب خليك ورافق، وعايز تقارير اول باول، مفهوم؟ طيب يا ام عامل ايه دلوقتي؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي قتل ابوي؟ عمي انت متاكد من الكلام ده؟ خد مطرح في مجلس الشعب عشان كده قتل. انا هقتله يا امو، انا جاي لك دلوقتي. سلام. فين الطبنج؟ الطبنج ده ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا حجرون؟ اخد طربوي اغسل عاري. ما تضيعش نفسك يا بوس ايدك. انا ضيع خالد. طب خدني معاك عشان خاطري، عشان خاطري. لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! Thank you.
عمك باع البيت وعاوزنا نقعد في بيته. هو اللي قتل ابوك. كان عمينا والبلد كلها عارفه. كنت عايز انا اقتل فتحي. وعمي هو اللي قتل ابوي. قتل الخسيس عشان ينهب كل حاجه. يقتلوا خالد عشان يعرف ان ابوك خلف راجل هياخد بطاره. يقتلوا عشان امشي وسط البلد رفع راسه ولدي. اطمن يا ام. هقتله. هغسل عاري وعاري. اخلي ابوي ينام مرتاح في تربته. هاخد عزاونا راسي مرفوعه. يا فرحه ابوك بيك. روح يا حبيبي قبل عمك ما يعرف انك رجعت يعمل حسابه. تحنش بيبخ سم. اقتله قبل ما يطولك. حاضر يا ام. بس عندي شرط. قول يا قلبي. تقعد في بيتك وتطلعيش وراي. سيبيني اشفي غليلي بنفسي. ووعد مني هرجع لك ونوقف انا وانت قدام البيت وناخد عزانا بايدينا. حاضر. هستناك ما تاخرش علي. ادعي لي يا ام واعملي اللي قلت لك عليه. اكسر الشر يا خالد. بعد عني يا فتحي. خالد بيه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عقلت وجاي تاخذ بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي. انا جاي دلوك عشان اخذ بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو. خذ بطارك منه وامسح العار. وساعتها هتبقى والد مجاهد صح. ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتلوا. مستني ايه؟ خد بطارك وامحي بنار الكرة. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. أمانة عليك يا جبر. وعيكم فيك حصى ولا طول. أمانة جاي لك ولد زين. من ميلة الزمان معطول. جاي لك ولد زين يا جبر. خايف تلف العمامة. أمانة عليك يا جبر. ما تحاسبه غير يوم القيامة. ما تخافش يا ولد. أبوك حيتلقاك في أحضانه. أمانة يا قبر ما يكون فيك حصى ولا طوب. جايلك ولد زين. أمانة 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 يا قبر ما يكون حصى ولا طوب. جايلك ولد زين من ملة الزمان مقطوب. وفضلت مخطوب عليا الخلقتين. فطني يا قناعي. فطني وراسي.
عصا ولا طوب. ليه كل حاجة حلوة بحس إنها مش حلوة؟ ليه كل الناس راضية وسعيدة إلا أنا؟ اتكتب عليا العذاب والشقا، حتى خالد الراجل الوحيد اللي أنا حبيته مات من غير ما يعرف إني بحبه. ده أنا ما حبيتش راجل غيره في حياتي. ألو؟ أيوة يا سهى. مين معايا؟ أنا دينا. دينا؟ أنت فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سهى، مات. مات؟ أيوة، اتقتل في الصعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت عاملة إيه؟ أنت كويسة؟ طمنيني عليكي. لا أنا مش كويسة، مش كويسة، بس هبقى كويسة كمان شوية. دينا أنت صوتك مش مريحني. ما أنا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني. دينا أنت فين؟ دينا أنا كنت عارفة إنك بتحبي خالد، بس هو للأسف ما كانش حاسس بده. وصدقيني يا حبيبتي، ده في الأول وفي الآخر كل شيء اسمه نصيب. انتي عارفة يا سهرة كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي؟ ان انا كنت عايزة اعيش عيشة بسيطة زي كل البنات، بس معرفتش. حاولت ابقى حرامية ونادلة برضو معرفتش. عارفة ليه؟ لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت. انتي بنت كويسة، ما تقوليش على نفسك كده. كويسة ايه بس؟ ده انا سرقت وعملت بلاوي، ده انا فيا العبر. انا ما عرفتش اعيش بشرف، عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف. انتي اتجننتي؟ دينا انتي بتفكري في ايه؟ شوفي يا سهى، انا كتبت رسالة هتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن اعرف انتي فين؟ واشمعنى انا اللي بتطلبيني وتقوليلي حاجة زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان انتي طول عمرك كنتي بتقوليلي انك زي امي، وانا بعد امي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمة، ملهاش اي معنى يا سهى. دينا علشان خاطري اللي انتي بتقوليه ده كنان. انت عارفة عايزة تعملي ايه؟ انت عايزة تموتي كده. انا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفة يا سهى، انا نفسي اروح للناس اللي بحبهم. وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت امي، بس دلوقتي خلاص كل حاجة ملهاش طعم، ومفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش. الموت سكة هروبها سكت نجاتها نجاتها يا روحها. انت يا عيدي عيدي من ألمها ومن أهضها إلى عمر بدون حبيب خلتني انتشي ليل عمر الرهيب ساكن.
صوتها وسكتها تبدا تطفي وحشتيني يا نجاتها الموت طفي سكة نجاتها. في ايه؟ ايه ده؟ اه في ايه يا جماعة؟ لا يا جماعة هي كويسة والله. ادم لا 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 يا ربي ليه؟ ليه؟ ليه يا ربي؟ فينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا؟ البلد بايظه بره واحنا بايظين هنا، واحد مات والتانية جثة جوهم، جثة جثة واحد مننا، جثة فوق جثة. المصايب بتيجي مرة واحدة ليه كده يا رب؟ ليه؟ مسكينة دينا كانت أجدع واحدة فينا. الله يرحمك يا دينا، الله يرحمك. مش قادرة أنسى منظر الدم. ليه كده؟ ليه كده يا دينا؟ ليه؟ صدق الله العظيم. يا جدعان يا جدعان مش وقت الكلام ده، كلنا عارفين ان اكرام الميت دفن ودينا جوه جثه. يا جدعان لازم نشوف هنعمل ايه. عندي ندفنها عندي في المقبره، عندي انا لسه جايب مقبره جديده. وانت اشتريت مقبره ليه يا ماجد؟ كان قلبي حاسس ان في حد فينا هيقع. طب ودي امان دي يا ماجد؟ امان ليه تتدخل المرحومة بعد النص الليل من غير ما حد يحس؟ طب والغلبانة دي؟ مش لازم نغسلها قبل ما ندفنها؟ بس ليه؟ أنا معرفش نعمل كده، هنعمل كده إزاي؟ أنا أعرف. أنتِ؟ غسلت أكتر من واحدة عندنا في الحتة. بس قومي معايا يا زينة. قومي يا زينة، ساعتي. حضرة يا حنينة ووثاقة جزاء وفاقة إنهم كانوا لا يرجون حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوضعتها كاذبة خافضة رافعة. حسب صبحينا دينا صبحينا. إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت بثا. على ما على ما حاسب
واحدة من شركة شاكر علوان. حلو قوي قوي قوي، خليهم تحت عينيك ورقيبهم كويس قوي، وإياك تعترضهم ولا تيجي جنبهم لحد ما أجيلك. لو اتحركوا خليك وراهم بهدوء، فهمني يا ابني، وأنا هتصرف وقوة أجيلك. العيال موجودين قدام الشركة يا فندم. عيال مين؟ التشكيل العصابي بتاع 9 مللي يا فندم. 9 مللي يا شريف؟ 9 مللي ايه والبلد مولعة؟ يا فندم دي فرصة ان انا اقبض عليهم بعد ما عرفت مكانهم. ايوه، وانت عايز ايه دلوقتي؟ محتاج قوة يا فندم عشان اقبض عليهم. انت مش عارف يا شريف؟ نص زمايلك ما جوش النهاردة وبقية القوات في الشارع. ايوه يا فندم، بس انا موجود وعايز اشوف شغلي، وكل اللي انا محتاجه قوة صغيرة يا فندم. ايوه يا فندم، تحت امرك. شريف بيه عبطنا على 2 والتالت خلع منا. ماشي يا فندم، ماشي، هتقوم ورايا. السلام عليكم. سلام شريف باشا. ازيك؟ سلام بيه. الحمد لله يا باشا. عايزك تستلم العيال دول لحد ما نرحلهم على النيابه بكره ان شاء الله. مين دول؟ ده 9 مللي؟ هم يا سيدي، بس لسه ناقصين 3. هنقررهم النهارده ان شاء الله ونعرف اماكن العيال التانيين. والله كتر خيرك يا باشا انك شغال في الظروف دي، انت عارف طبعا اللي بيحصل في الاقسام التانيه دلوقتي. ايوه يا اسلام، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نشوف شغلنا. والله يا باشا ده في ظباط كتير قوي سابت موقعها، وظباط اكتر استقالوا. ربنا يستر على البلد. ماشي يا باشا، نورت يا باشا. السلام عليكم. نورت يا باشا. خد يا ابني رنم دول دخلهم على الحجز. يلا. أهم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب. لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، خلي بالك غيرك. تعالى كده تعالى كده تعالى كده، وسع وسع. أنا فوق معاهم. ولا في عم ده هو في المهم خلي غلابه زي انا هنعرف نتصرف معاهم. ولا في عم ده هو انا عايز ايه غلابه اللي جوه؟ بس انا خلينا نخش يا عم. وسع ماشي، انا عارف انها مش هتيجي بالسوق. ماشي وسع. يلا 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 يلا
احمد جات لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا على بيتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. وسيادتك يا فندم، انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم، يلا شربيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. هذه كانت مشكله محلها سريعا، ومن ثم عاد الاستقرار. لكن الان الرئيس مبارك يواجه موقفا غير مسبوق. فجاه المظاهرات تندلع في مدن مختلفه بمصر، تم فيها تحطيم لا هي مش مشكله. شوفوا على الارض يا عزيز، خلي الارض، شوفوا على الارض. خلي بقول لك ايه، في صبر يا ابو تتنفس، شوفوا له ساعه. ماجد ازيك يا روحي؟ انت دخلت ازاي اصلا؟ المفتاح اللي معايا، انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه؟ الله، مالك كده اتخضيتي كانك شفتي عفريت؟ انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت المظاهرات بقى ربنا يخليها لنا، خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله، مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. طب بص، هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجي لك على طول. طب بقول لك ايه، اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش. منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم كتفك يعني يبقى خيري، هو في جنبي، انا في محنه. ماجد هنا، ماجد هنا، دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته. المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني. بسرعه تعالى هات لي صحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده. متاخرش عليا، انا خايفه. بسرعه. مش كده؟ كلمي هيثم. صح؟ انا مش قلت لك ما كلموش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمه الكويسه تسمع كلام جوزها، تسمع كلام مين؟ جوزها. حاضر حاضر. عارف انا بغير عليك؟ ها؟ بغير عليك انا؟ تشربها. لا مش ممكن. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. جيب شربت. الحمد لله. من فوق. نقلي. الحمد لله. الحمد لله على السلامة، ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا نقلي؟ كويس. حد عارف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد. قول لي يا حبيبي، كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا ومفتش الفيلا، شقة مصر الجديدة كمان. اصل انا واصحابي خدنا شقة مفروشة. مش هما دول برضو اصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هما. انت بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي انتوا عملتوها. مش لما يبقى في شرطة الأول؟ هيبقى فيه وهترجع. طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني.
دلوقتي لا في شرطه ولا في سجون ولا في مساجين اصلا. خلاص خلاص خلاص، المهم ان هو كويس ووسطينا. تعال يا ماما تعال. بصالي فيها ليه؟ جيبي لي الكوبايه. لا يا حبيبي، انا كنت محضرها لك انت. انت بتسمعي حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. بك في عالم سمسم والساحرة المستديرة حيث ينساك كل البشر. الريحة دي، الريحة دي انها رائحتي وانا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. بيت زبون ياسمينة جابتك هنا زي بيت زبون. هنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الاوضه دي، بس ما تقلقش، بس هتجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا. ونبقى مجموعه مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوه يا بلح يا مغفله. عايز اخرج يا ولد الكلب، يا ولد الكلب افتحوني 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 يا ولد الكلب افتحوني. صرف معايا زي ما انت عايز براحتك، انا اول ما جيت برضه حتى صدق وعيط لحد ما وصلت اللجنة الشعبية ده معلم، خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه، اهم حاجة عايزين نفتح عينينا.
البلد كلها حراميه وقلق واحنا رجاله المنطقه. افتح لي بقى السكه. افتح يا ابني السكه يا ابني. انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي؟ انت عارف اليومين دول مش هلفطه مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي. صدقني يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني؟ انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده افسره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها. دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. حدي مشيني مشيني. خربني يلا شعلان. خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك. سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك، عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا. تتحبس ولا تدور في 60 داهيه. السلام عليكم. لا ما احنا لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي يا نبي ينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانيه كتيره. لا وبيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا. يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا. انا ماسكه في ايدي انا والشباب اللي معانا دي، مش هو بينط من فوق سور الفيلا. طب قول انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطة العسكرية ألقى القبض على أحد أفراد العصابة. المتهم يعترف ويقول بأن اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجالة القوة اللي عندك، عندنا مأمورية مهمة جدا. ولا زكريا ولا ايه؟ عايز افهم هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في ابو سيدة كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينه ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير اربع مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب شبراوي التمرجي ممكن ياكل ذراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش عارف شو كان لازم اجيب شنطته ولا ايه؟ عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب ركز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. مش على السكه اللي هنمشيها. مش على السكه يا زلمه. قوم ادفع يا زفت انت وهو. بقول لك ايه تاني بس؟ عايز يا زفت؟ في حاجه في السرير. يا الله يا الله شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي. روح عليك يا شبراوي شبراوي.
ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوه. اوعى تسيبني انت وهو هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صوتك حقك، وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا ذكرتي والله هو اللي دخلك المسرح، مجيد هو اللي دخلك. امسكها. مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين؟ هو اللي دخلك. امسكي الحيط. هو اللي دخلك المسرح. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله انا بحبك. انت عارف انت شربت من نفس الكاس اللي شربته لنا. شمي يا سوينا بقت شمامه. يخرب بيتك انت عامله منها. بس تفتكر بقت بيسا مدمنه يعني، ولا اطلع اخدها واحده شاليمو واخلص؟ مش محتاجه، الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مره. كفايه كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. اسف اللي عملته فيك. انت لسه اخضر مش فاهم حاجه. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت. تروح على فين؟ انا رايح اجيب الدب من ديلو، بس على الله يكله. انا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق، زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 من نفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ يلا عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك. ومسيرك ان شاء الله تطلع، هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضية. لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي انت تاني؟ هيحصل هيحصل يا سوسو. يلا بيه. بس ادعيلي انت. يلا يا عم. هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الاجلاء، يتشرف الماثل امامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين، والتمس الحكم ببراءتهم. نعم، واسقاط التهم المنسوبه اليه. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الاجلاء، قبل ان نغوص في اعماق القضيه علينا ان نسال انفسنا سؤالا هاما.
نعم يا سيدي، من المذنب ومن الضحية؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون أم هي قوة أكبر منهم؟ علينا يا سيدي أن نسأل أنفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئة. إنهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع، إنهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم أخطأوا، أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت، إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب، فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا، أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين، الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا نلتمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وشكرا. سامحيني يما، سامحيني يما، حياتي مطشة معايا، أهوان علي أموت ولا إني لحظة أشوف في عينيك دمعايا. معرفش ليه السنين ممررة كأني طعم الحياة. يما يما ده مش حقيقي، سامحيني. بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الواردة برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبة كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات ورفعت الجزاء. العدل فين يا محكمة؟ معلش يا عم، على الأرض ولا في السماء؟ كله بيعد يا جماعة، بنت هدية احنا الابرياء، احنا اللي ضعنا في زمانكو واللي انتشر فيه الرياح. كبير عن الحق دعمة وصغير على الارض درمة، كبير عن الحق دعمة
صغير على الأرض تلبى. العدل فين يا محكمة؟ العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. وبكرة يا ما نديت عليك يعني غني غنوته. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 حي على العالم. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 العدل عز المنتصر وبالمفيد المختصر. العدل عز المنتصر وبالمفيد المختصر. ردينا لعيوننا البصر والشعب على كلمته. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 حي على العالم. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله. هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله. بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتتوا. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 حي على العالم. هيلا 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 وهيلا هيلا 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 حي على العالم. هيلا 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 وهيلا هيلا هيلا هيلا